المدرب الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي يفاجئ نجمه المغربي إبراهيم دياز بتصريح تاريخي عظيم ينتصر من خلاله للمغرب ويصدم منتخب أسبانيا بعد القرار العظيم والأسطوري والتاريخي والناري والكبير اليوم من قبل الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم باكتمال المستندات الخاصة بمغربية إبراهيم دياز وإمكانية لعبه مع المنتخب المغربي خلال الفترة القادمة بدءا من أول مباراة للأسود. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي فضلا وليس أمرا، الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. المدرب الإيطالي الكبير ومدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أكد اليوم أن إبراهيم دياز حاليا أسعد إنسان على وجه الأرض بعد قرار الفيفا بإعلان مغربية لامين يامال بشكل كامل ورسمي. كما أكد كارلو أنشيلوتي أن إبراهيم دياز لا يطيق الانتظار حتى يلعب أول مباراة له بقميص المنتخب المغربي. وجه كارلو أنشيلوتي رسالة تاريخية إلى نجمه المغربي إبراهيم دياز قائلا له: أنت لاعب كبير، أعرف أنك كنت تريد تمثيل المغرب، واليوم تحقق حلمك. أنت لاعب أسطوري، ستكون إضافة كبيرة لمنتخب بلادك المنتخب المغربي، وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح وحصد بطولات كثيرة وإنجازات عديدة مع المنتخب المغربي منتخب الأسود. في ختام الحلقة القوية جدا جدا جدا، رسميا وليد الرجراجي اليوم أعلنها مدوية بتواجد إبراهيم دياز بشكل رسمي وكامل في لائحة المنتخب المغربي لهذا الشهر التي ستخوض وديتين أمام منتخبات موريتانيا وأنغولا.